بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء عباد الرحمن الذين يختصهم الله برحمته، لأن مواقع رحمة الله في عباده هي الإيمان والعمل الصالح والسير في خط الله سبحانه وتعالى. فمن آمن بالله وعمل صالحا واستقام على خط الله فإنه سوف يجد رحمة الله واسعة تتسع له وتفيض عليه من كل ألطاف الله. وعباد الرحمن المتواضعون الذين إذا ساروا على الأرض فإنهم لا يثقلون الأرض، وإنما يمرون على الأرض خفافا، يمشون هونا بهدوء وبشكل طبيعي، لا يتبخترون، لا يمشون في الأرض مرحا، لأنهم يعرفون أن الشارع ليس ساحة عرض العضلات ولا ساحة انتفاخ الشخصية ولا ساحة استعراض الكبرياء. فالله قال لهؤلاء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ليش انت هيك رافع أكتافك وتضرب الأرض بقدمك تمشي كأنه يعني ليه؟ يعني مهما ضربت بقدمك تستطيع تخسف الأرض؟ بتظل الأرض أرض، تعب رجليك. ومهما أنت رفعت أكتافك وشديت أعصاب عنقك ما بتستطيع أن تبلغ السماء طولا. شو تصعد سنتيمتر؟ ليش عم تعب حالك؟ امشي على طبيعي مثل ما يمشوا الناس. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أما الذين يمشون على الأرض تبخترا واختيالا وتكبرا فإن هؤلاء لا يمثلون مظهر قوة ولكنهم يمثلون مظهر ضعف. وهذا ما جاء به الحديث عن الإمام محمد الباقر عليه السلام فيما روي عنه: ما من امرئ يتيه، تيه هو حالة التبختر والخيلاء، إلا لذلة يجدها في نفسه. يعني هذا عنده عقدة نقص يحاول أن يغطي عقدة النقص بهذا المظهر من الخيلاء والتبختر في مشيه وكذا. هذا فإذا وجدتم شخصا يمشي في الشارع وهو يضرب الأرض بقدمه ويختال ويعرض أكتافه فاعرفوا أنه ليس إنسانا قويا ولكنه إنسان ضعيف يحاول أن يخفي ضعفه بذلك. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن ليسوا ضعفاء، هم الأقوياء، ولكنهم لا يدخلون معركة يريد الآخرون أن يفرضوها عليهم، لا يدخلون معركة مع الجاهلين الذين يشتمونهم أو يتهمونهم أو يسيئون إليهم
ليدخلوا في معركة معهم حتى يكونوا أندادا لهم. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام عليكم، سبوا قالوا سلام عليكم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهل الأحمق، الجاهل السفيه، الجاهل الإنسان الذي لا يعرف مصلحته، الجاهل هو الذي يريد أن يدخل معك في مشكلة مهاترات، إذا كنت كبيرا أعرض عنه، لا تجبه، وإذا أجبته قل له سلاما، ما بدي حاربك، أنا موقفي معك موقف السلام. يقال أن زين العابدين عليه السلام كان مار في طريق وسبه شخص، ظل الإمام ماشي، هذا بناء أن الإمام ما سمع، بدي فيش خلقه هو بالإمام، قال له إياك أعني، أنت مش سامع، أنا عم سبك، قال له وعنك أعرض، ما بدي أدخل معك مصر، خليك. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. في معارك تقدر تدخلها، معارك الدفاع عن الحق، معارك تهديم الباطل، معارك العدل في مقابل الظلم، ادخلها بكل قوة، لأنك تغير الواقع على أساسه. أما الجاهلون الذين يريدون أن يفرضوا عليك معركة من أجل أن يجتذبوك إلى معركة لا فائدة منها سوى المزيد من المهاترات، كن كبيرا لا تنزل إلى مستواهم، وأعرض عن الجاهلين وقل لهم سلاما. هذه الصفتين، بعد هذه الصفتين في حركة الإنسان في المجتمع. إذا جاء الليل فكيف يكون موقع عباد الرحمن؟ هل يكون موقعهم لهوا وطربا ورقصا وشربا، أو يكون موقعهم شيء آخر؟ هؤلاء عباد الرحمن الذين يحسون بعبوديتهم لله سبحانه وتعالى، فهم عبيد الله من حيث أنهم خلق الله، والله هو ربهم الذي يرعاهم ويدبر أمورهم، والذي يحييهم ثم يميتهم ثم يبعثهم، كما قال إبراهيم عليه السلام الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هكذا يتصورون ربهم ويخافون مقام ربهم، ولذلك يبيتون الليل ليعبروا لربهم عن إحساسهم بعبوديتهم لله. عندما يهدأ الناس وينام الناس وإذا بهم الركع السجود، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا هو الذي يبعث الصفاء في قلوبهم، ويبعث الروحانية في إحساسهم ومشاعرهم، ويقربهم إلى الله. وبذا قرب الإنسان إلى ربه قرب إلى الناس، لأنك عندما تقرب إلى الله فتفكر كيف تتقرب إلى الله بما يحبه، والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يتذكرون الموت ويتذكرون ما بعد الموت ويتذكرون جهنم التي تصلى نارها
ولهيبها ويتذكرون عذابها فيلجؤون إلى الله عندما يفكرون بجهنم، ولا يستهينون بجهنم كما يستهين الكثير من الناس، يعمل كل شيء سبعة وذمتها مثل ما يقولوا لك، إيه اليوم الله بيهون الله، شو بعرفك أنه بيهون الله؟ مين بيقول لك؟ وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع الرحم والعفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. لا تأمن مكر الله. ولذا والذين يقولون ربنا إننا الخطاؤون، ربنا إننا المذنبون، ربنا إننا الذين اجترحنا السيئات، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ابعده عنا يا رب بعفوك وبرحمتك وبلطفك وبكرمك، لأن ما نتحمل العذاب، إن عذابها كان غراما لازما مستمرا ممتدا خالدا، ونحن لا نستطيع أن نتحمل هذا العذاب. وهذا شيء لازم دائما أيها الأحبة نفكر به، لما نحكي نفكر به، حكاية ربما تخلينا بنار جهنم. لما نريد نمارس شهواتنا المحرمة أيضا نفكر به. ينقل عن بعض المؤمنين، هذا ينقل بإيران صايرة قبل مئات السنين، أنه كان في اجت بنت الملك او بنت الامير او بنت الكذا، تريد تزور طلبت من مدير مدرسة دينية انها تتفقد غرف طلاب العلم الديني اللي بيناموا فيها هناك مدارس دينية مثل قسم داخلي، حتى تخلي لهذا بالليل، تخلي لهذا فلوس، تخلي لهذا غذاء، من حيث لا يعرفون وهن ونايمين. وهكذا ظلت تطوف من غرفة إلى غرفة إلى أن غلبها النعاس فنامت في أحد الغرف، وهذا صاحبنا نايم أفاق، وإذا هذه فتاة جميلة من أجمل النساء وأعزب، اشتغل الشيطان وياها بغرفة واحدة. طبعا ذاك الوقت ما في كهرباء، في سراج فانوس بيسموه هذا. عندما كادت نفسه أن تغلبه وضع إيده على هذه النار اللي تطلع من الفانوس من السراج، حتى أحس بلذعة النار. طبعا الإنسان لما يصير يحس بالألم تبرد غريزته وشهوته، إلى أن سكن الألم أيضا. فمرة ثانية إصبع الثاني إلى أن عشر أصابع، هذه بهالأثناء حانت منها فاقت وشافت الشيء وسكتت ما عرفته هذا، إلى أن أحرق الأصابع العشرة. بس أنام وكذا، المهم راحت هذه كيف الطريقة هذه، راحت خبرت أبوها هالموضوع، ما تعرف اسمه بالليل هم شكله مت هذا. لذلك عرف أبوها وقدر هالشيء، فقال له لا، قال له ما بنعرف مين، قال جيب الطلاب كلهم، جابوا أحضروهم، واحد مغطي إيديه هيكم هذا، قالوا ابضع إيديك، شافوا إيديه كلهم احترقات هذا، فسئل فأجاب هذا، فما كان من الملك وقد هزته عفة هذا الشاب إلا أن زوجه ابنته وأعطاه ما يريد هذا. لذلك الإنسان في كثير من الحالات يمكن هلا لما بيحس بلذعة النار، لكن بيوم القيامة لذعة نار جهنم، شو نار جهنم. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ما في
لأنه أنتم ألم يأتكم نذير؟ ما جاءكم واعظ مرشد أحد؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء. هذه المسألة. وقالوا لو كنا نسمع، لو عدنا أذن واعية، الله يقول وتعيها أذن واعية، أو نعقل عدنا تفكير، ما كنا في أصحاب السعير، لكن كنا نعيش آذان لا نسمع بها وعقول لا نفكر بها، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا دائما احنا لازم الإنسان يطلب من ربه أنه يصرف عنه عذاب جهنم، عندما يتذكر سيئاته، ولما بده يعمل السيئات يتذكر عذاب جهنم حتى يحس بلذعة النار قبل أن تكون. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، كان جازما ممتدا، إنها ساءت مستقرا ومقاما. أي مستقر أسوأ من مستقر جهنم؟ أي موطن وأي مكان يقيم فيه الإنسان أكثر من جهنم؟ هذه عالم القيامة. رجعنا للدنيا، أنت صاحب عندك فلوس، الله رزقك مال بمقدار قد يتسع، بعض الناس يمسك يده بهذا الشكل ما بيطلع منها شيء، وبعض الناس بيخلي إيده هيك ما بيبقى بيها شيء. يعني واحد بخيل مقتر، واحد مسرف بمعنى يصرف المال إسرافا في غير موضعه وغير محله، محله، ويتلف أمواله في غير شيء. يقول على أنه المؤمن عباد الرحمن أيضا مو بس يصلوا بصوموا، لا، يعرفون كيف يدبرون أمور معيشتهم. يعرف أنه هو الآن مسؤول عن نفسه وعن عياله، فعليه أن لا يقتر على نفسه وعلى عياله، وهو مسؤول عن حفظ ماله أن لا يضيع هدرا، فمسؤول أن ما يسرف في ماله، أن يقتصد في ماله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني يضيقوا ضيق، مثل بعض الناس عنده فلوس ويدع عياله جياعا، هيك يحب يحصمص على المال، بدهم ياكلوا بدهم يجوا بدهم يلبسوا بدهم كذا، لا يتآتل معهم هيك، يشقى بماله لا ينتفع به هو ولا عياله. وكان بين ذلك قواما، يعني وسط، لا قد تقتير ولا إسراف، اقتصاد طبيعي. يقال أنه الإمام الصادق سلام الله عليه مثل المسألة هكذا، يقول أنه مثل الإنسان اللي بده يخلي ماي بإيده، في واحد يعمل إيده هيك بيخلي فيها ماي ما بتسقط ولا نقطة، وفي واحد بيخلي إيده هيك ما بتبقى ولا نقطة، لكن في واحد بيعمل إيده هيك بينزل منها شيء ويبقى منها شيء، هذا هو القوام. لا تعمل إيدك هيك ولا تعمل إيدك هيك، اعملها هيك يبقى منها شوية وينزل منها شوية حتى تمشي أمرك. يقال من الناس الذين لا يستجاب دعاؤهم، رجل رزقه الله مالا فأسرف فيه، فيقول اللهم ارزقني، فيقول له الله ألم آمرك بالاقتصاد؟ ألم أنهك عن الإسراف؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وفي حديث للإمام جعفر الصادق عليه السلام، هذا يركز عنصر الاقتصادي على مستوى حتى الأمة في قصة الإسراف والاقتصاد.
قل إن السرف أمر يبغضه الله، إن القصد يعني الاقتصاد أمر يحبه الله، وإن السرف أمر يبغضه الله، حتى طرحك النواة، تأكل زيتونة وبترمي النواة، تأكل تمرة وهكذا، فإنها تصلح لشيء. هاي لو تفكر بمشروع يمكن أنت تجعل منها عنصر غذائي أو عناصر كثيرة في هالموضوع. هلا ما في ناس بيعملوا من قشور البردقان وقشور الكذا بيعملوا مربيات، هذا بينما احنا هذا نرميه. هذا هلا احنا تاكل بطيخ انت مثلا هذا وترمي هالبذورات وروح تشتري بذر، جمعها، ليش بدك ترمي؟ مثلا كل شيء تنتفع به لا تهدره، حتى طرحك النواة فإنها تصلح لشيء، وحتى صبك فضل شرابك. بدك تشرب ماء انت تحتاج نص كوباية، تملي الكوباية كلها تشرب نصها وتكب نصها، ليش كبيت النص الاخر؟ ليه تستفيد منه؟ هذا ماء اخو افرض عندك ماء كثير مع ذلك. مثلا الان هلا انت تروح ضيف واحد مثلا تقدموا مرطبات، اي مرطبات كانت تقدم له انت الاقنينه، بيشرب نصها وتكب النص الثاني، ليش لا؟ جيب كبايات وخلي بمقدار ما يشرب هالشيء هذا ووزعها على كذا بشكل، وهذا ليه؟ شيء انت الان طاقه، هذا يعتبر طاقه، الماء الذي تكبه على الارض، المرطبات اللي تكبها على الارض. ليش الآن قديش بالزبالة احنا الآن من الأكل؟ أنا مثلا تحتاج أنت كيلو رز تطبخ كيلين، بدنا نعزم لنا واحد، هو واحد اثنين ثلاثة نعمل أكل عشرة. ليه؟ حتى نبين والله احنا أكرمناك، كأنه الأكل بيكرم، تكرم وتدعي بياكل قد ما يحتاج، أما أنك هو يحتاج يقدر ياكل مثلا صحن تعمل له 20 صحن، لشو هذا؟ هاي كلها من يعني من التخلف في القيم الموجودة عندنا هذا. لهذا احنا اصبحنا أمة تلقي كل ثروتها في البحر. هلا قديش عندنا الانهار، هلا الليطان شو قديش، ليش ما بيخلونا احنا؟ لانه احنا اذا استوعبنا ثروتنا المائية راح يصير عندنا ازدهار ونماء. هلا روح للجنوب شوفوا الليطاني كيف يمشي، حتى الاراضي اللي حد الليطاني شويه يمشي لك 5 امتار ما في شيء. روح للعاصي انت الان هناك بالهرمل بتشوف لك تمشي لك 2 3 مترات تشوف كله ارض ما فيها ولا شيء. ليه؟ مثل ما ذاك الشاعر يقول كالعيس في البيداء مثل الجمال، يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أمة اللي تحترم ثروتها تحترم عزتها وكرامتها. الإنسان اللي بيحترم ماله هو الذي يعرف كيف يدير ماله، كيف يحركه ليكون كل شيء منه مهما كان صغيرا في محله. هذه الكنفشات الآن مثلا الكلام يجر الكلام. الآن عندكم كل واحد الآن عنده سلاح وعنده فرد وعنده ما كلاشنكوف وما أشبه ذلك. والله إذا صارت واحد إجا من السفر أو صار عرس أو مات له واحد أو إجا راس السنة أو نجح له واحد، ليش أنت عم تهوث؟ ليش انت هاي بفلوس؟ شو استفدت يعني؟ بالله اجيت انت الان دوخت الناس فلوس، هذه على اي اساس انت تتوس؟ قديش انت عم تصرف من خلال هالشيء هذا؟ هذا مش اسراف؟ هذا يدل بالعالم ما في هيك شيء. في تعبير لما يجي رئيس دولة يعملوا له 21 طلقة هذا فالشيء موجود. اما انه لما يصير حزن والله روح نقوس
أو فرح نقوس، أو واحد نجح نقوس، أو إجت رأس السنة نقوس، لشو؟ ليه؟ أنت عم تخلي هاي الطاقة الطاخة عم تخليها بالهواء؟ أنت متخلف؟ دل على تخلف الإنسان اللي والله شو أنا استأنست اسمع صوت الرصاص. شو يعني؟ ليش الآن هالأولادنا إحنا ما جاي نعمل لهم التخلف؟ عم نعلمهم أسوأ ما يكون من المعاني السلبية في حياة الإنسان. جاي لما تجي أيام العيد وكذا وهاي المفرقعات اللي نبيعها لأولادنا ويجري هذا، شو بتعمل؟ تزعج المحلة كلها أنت. وتعلم الولد يستأنس إذا سمع، خلص هو ما فجرها شوية بس سمع الصوت الداوي خلص استأنس كنفش، يعني هذا عمل شيء. إحنا عم صحيح عم نقول عن حالنا والله عدنا متقدمين وعم نعيش، لكننا متخلفون إلى أسوأ درجات التخلف، وهي لازم نعملها. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يضيقوا على أنفسهم وكان بين ذلك قواما وسط. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يشركون بعبادة الله أحدا، لا يعبدون غير الله، لا يطيعون غير الله، لا يخضعون لغير الله، الله وحده هو المعبود، هو المطاع، هو الذي يخضع له فقط. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، مثله مثلك، مثلك مثله. ليش أنت تحني له رأسك؟ ليه؟ احني رأسك لمن خلقك، عفر، اسجد لمن خلقك. أما أنك تسجد لإنسان لا يختلف عنك في شيء، إذا كان عنده شيء فعندك شيء آخر. هذا الناس شو يعني؟ هذا لهذا احنا التوحيد، هذا قيمة التوحيد أيها الأحبة، أنه يجعلك حرا أمام العالم كله. قيمة التوحيد الحقيقي أنه يجعلك عزيزا لا تذل لأحد. عندما تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لا مطاع إلا الله، ليس هناك أحد أخضع له إلا الله. أنت فقط تحني رأسك لله في ركوعك وسجودك وتبقى رافع الرأس أمام كل العالم. وإحنا عندما نحني رؤوسنا لأنبياء الله ولأولياء الله، فهذا الانحناء هم مش إلهم، لله سبحانه وتعالى، لأنهم هم رسول الله، تعظم من جهة أنه رسول الله، من جهة أنه ولي الله على هالأساس هذا. والشرك أيها الأحبة مش بس أن تقول والله أنا ربي فلان ورب فلان، لا، هناك شرك عملي. يعني واحد أنت ما تألها، ما تقول هو إله، لكن تعامله معاملة الإله. الله ما قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ في واحد من عندكم يقول على أنه ربي هوايا هوى نفسي؟ عدا، لكني أطيع هوى نفسي وأعصي الله، أخضع لهوى نفسي وليس هواتي، وأعصي الله سبحانه وتعالى. هاي النقطة. والذين لا، في ناس كتير ما مستعد يركع لله ويسجد، ما بيصلي، لكن لما يروح لواحد شوي عنده فلوس أكتر شوية، أو عنده مركز، أو عنده سلاح، سيدي عبدك، مش أقول هيك أو لا، ما بين حيل وحلا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. يحترمون النفس الإنسانية، لأن الله حرم النفس الإنسانية، ولم يبح للإنسان أن يقتل إنسانا إلا في عالم القصاص، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
في مقام الجهاد. وأما في الحالات العادية عندما تنرفز من شخص، عندما يصير بينك وبين شخص كلام أو خلاف أو شيء، الله لم يبح لك أن تقتل نتيجة نزوة أو نتيجة نرفزة أو نتيجة خلاف أو ما إلى ذلك. ما أعطاك، ما سلطك أنت، هذا خلق الله. حتى الآن تنفيذ القانون مش بيدك، يعني لو فرضنا واحد واجب القتل، السلطة الشرعية تقتله مش أنت. أنا الناس الذي يقتلون بناتهم أو أخواتهم، والله شو لأن فلانة زنت، هاي تقدم للشرع، للسلطة الشرعية تحقق في زنا ما في زنا، إذا كانت زانية في زنا محصنة متزوجة هي أو مش متزوجة، إذا كانت مش متزوجة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد من 100 جلدة، ما في غير هالشيء. إذا محصنة إلى حساب، مكرهة مش مكرهة، الشرع لما هذا يقعد يدقق. أما جنابك يا غيرة لا يعني لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، هذه يعني كأنه قال الله وقال رسوله. مش بناك أنت شريف؟ أنت لما تزني، لما تعتدي، أنت مش شريف، تقتل بنتك إذا انحرفت، لكن أنت لما تنحرف ما بتقبل حد هذا. لو أن ابنك الولد انحرف اعتدى على أعراض الناس كذلك تسوي له محامي، بدل مش شريف أنت، ما عندك قيمة شرف. اللي عنده قيمة الشرف هو الذي يفكر بشرف الناس كما يفكر بشرفه. ولا يقتلون النفس اللي كل الذين يقتلون بناتهم، سواء كان بناتهم يعني زنين أو لا، كلهم قتلة، للشارع أن يقتص منهم ويقتلهم بالقصاص. مش معناه تصور يعني المسألة هيك فالتة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مؤمن أو مؤمنة. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أن إذا كنت لا تريد للناس أن يعتدوا على عرضك فلا تعتدي على أعراض الناس. في مثل يقول من طرق باب الناس طرق بابه، لأنه إذا مشى هذا الجو فمعناها يصير عادة إذا لم يستنكره أحد. قلوا في واحد إجى للنبي صلى الله عليه وآله شاب، قال له يا رسول الله رخص لي في الزنا. لا، المسلمين اللي جالسين أصحاب النبي ثاروا عليه، كيف أنت تجي هذا؟ قال لهم النبي على مهلكم، خلي أنا بجاوب. قال أيها الشاب هل لك أم؟ قال بلى. قال هل ترضى أن يفعل الناس معها ذلك؟ قال لا. قال فالناس لا يحبون أن يفعل الإنسان مع أمهاتهم، هل لك أخت؟ هل لك كذا؟ بعد ما حكى قال له الشاب أنا بسحب طلبي بعد، تراجع. فأنت إذا تريد في كثير من الحالات بعض الأشياء الإنسان لما يفكر في الموضوع عليه أن يفكر أن الناس يفكرون كتفكيره هو، مثل ما أنت عندك عرض الناس عندها أعراض. فإذا كنت لا تقبل أن يعتدي أحد على عرضك فكيف تعتدي على عرض الناس؟ هذه الإنسان لازم يفكر فيها تفكير جيد. وحتى أنا أنبه الشباب إلى نقطة أخرى، يستسهلون بعض الحالات العقد المنقطع وكذا. أيضا أنت هذا باعتبار إحنا ما نقول حرام، لكن هذا في عرف اجتماعي سلبي تجاه هذا الموضوع، وكثير من الشباب قد يمارسون هالشيء
ومش مستعد يتحمل المسؤولية لما يصير أي شيء، حمل أو غيره. أنت الآن لو فرضنا، هل تقبل أنه الناس الآخرين يمارسون مع أخواتك أو مع قريباتك؟ ما تقبل، الثور عليهم. ليش أنت إذن الناس الآخرين هم ما بيقبلوا؟ إنسان العدل عندنا لا يكون الرجل مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره له. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ولا يزنون، الزنا يهدم المجتمع، الزنا يخلط الأنساب، الزنا يسيء إلى الأخلاق العامة، ومن يفعل ذلك، من يجعل مع الله إلها آخر، من يقتل النفس التي حرم الله، من يزني يلقى أثاما، أثام العذاب من الله سبحانه وتعالى، يضاعف له العذاب يوم القيامة. مش عذاب واحد، لأن هاي من الكبائر. ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، والله فتح باب التوبة لكل الناس الذين عاشوا في هذا الاتجاه وعمل عملا صالحا، فأولئك إذا توبتك حقيقية بحيث اطلع الله على قلبك ورأى أنك نادم وأنك لن تفعل ذلك في المستقبل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب، باب التوبة يا جماعة يا شباب، ليلة الجمعة ليلة من ليالي الفضيلة، وانتوا في مسجد وفي صلاة جماعة ومتوجهين لله، علينا أن تستحضروا التوبة في نفوسكم. كن نستحضر كل ساعة التوبة، ما ندري، ما يعرف إنسان أمتى تجي الموت، ما يعرف، قد يكون هو ونايم هو. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يتقبله الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.